خرجنا في هذا اليوم لكي نطالب المجتمع الدولي بإخراج عصابات البي كي كي ومن والاها من أراضينا المغتصبة، ونعيد ونطالب بعودة الشعب المهجر تحت الخيام إلى بلاده وأرضه. ونحن جينا لهون لنأكد على حقنا في استعادة هذه الأراضي وعودة الأهالي إلى بيوتهم والقضاء على الحزب الإرهابي حزب البي كي كي، وإن شاء الله رح نلحق حزب البي كي كي من هون لتل أبيض وراس العين وكل شيء أرهب الشعب السوري. نحن رح نقاتله بإذن الله، إن كان بشار وإن كان داعش وإن كان حزب البي كي كي.